بعد هذا تقول: ما حكم قطعي للصلاة بسبب أن طفلتي الصغيرة تسبب الأذى الكبير لأخيها الأصغر منها؟ لا يجوز قطع الصلاة إلا في حالة الخطر، إذا بلغ الأمر الخطر يعني تقطع الصلاة لإنقاذ إنسان من مهلكة، فإنه يجوز قطع الصلاة في هذه الحالة لإنقاذ المعصوم من المهلكة. إذا خشيت على الطفلة أن يقتلها أخاها أو أن يضر بها ضررا كثيرا في جسمها، فلا بأس بقطع الصلاة للضرورة. نعم.